بسم الله وعلى بركة الله نتواصل مع انطلاقة الشوط الثاني، وهو الأول المخصص للأبكار مهجنات الثنايا لمسافة 6 كيلومتر. هذه مسافة الانطلاقة لهذا اليوم في برنس الميادين ميدان الرقعات، حيث نتابع هذه الكوكبة المميزة للأبكار المهجنات. عدد طيب مشارك في هذا الشوط، نتمنى لهم التوفيق. فنسير نتابع الشعارات أول بأول، ونرى هناك التكتل المميز لأكثر الشعارات. هناك الكل يبحث عن النداء الأول في الانطلاقة، ولكن المسافة طويلة تحتاج التأني والمتابعة والتدقيق لاجتياز هذه المسافة بكل نجاح. فنفتتح إذاعتنا مياه سالم بسلطان بسعيد بالحبروت، نسير للمركز الثاني. عندنا راعي غنايم خنفور معيوب بن سالم غنايم هناك في المركز الثاني، وفي المركز الثالث منصورة محمد سيف بن حمد بالسالومي. المركز الرابع راعي الظبي محمد سالم بن حمد الدرعي. المركز الخامس نشوف هناك اللي هي ود حمدان سالم بن ناصر الدرعي. المركز السادس هناك التواجد في هذه اللحظات جمرة أحمد محمد بن حارب الدرعي، وتدخلات غائمة هناك على المركز الخامس. متابعين الكرام، والسادس في تدخلات طيبة هناك راب خيرة طويلش بن عبد الله بن حلوس العفاري، ولكن ننتظر لحين هناك اغتراب هذه الشعارات وتغييرها على المراكز الأولية. فلا زلنا مع الصدارة ومع من ياسه سالم سلطان بن سعيد بالحبروت. يا سلام، تحياتي الراعي الخوارة. خلونا نتابع الشوط أول بأول، وعندنا راعي غنايم خنفور معيوب بن سالم على المركز الثاني، وعندنا راعي اللي هي منصورة محمد سيف بن حمد بالسالومي على المركز الثالث. نسير لبقية المراكز ونشوف الأوضاع. فنجد الظبي محمد سالم بن حمد الدرعية، يا سلام بن عفرة متواجد على المركز الرابع. المركز الخامس لازلنا مع العطاء ود حمدان سالم بن ناصر، وهناك نتابع الشعارات القادمة. أيضا لا ننسى تواجد شاهنية سليب بن حمد بن سالم الدرعي متواجد على المركز السادس، وعلى السابع راعي الجمرة أحمد محمد بن حارب. التغييرات هناك بدأت، والضغوطات تطرأ من قبل غنايم خنفور معيوب بن سالم الدرعي. وما أجمل من غنايم عندما تأتي بالشوط الرئيسي. يا خنفور يا بن معيوف يا سلام، ها هي غنايم تغنم الصدارة في هذه اللحظات. أما المركز الثاني مياسة سالم بسلطان بن سعيد بالحبروت على الخوارة. نسير للمركز الثالث، عندنا راعي منصورة محمد سيف بن حمد الدرعي بالسالومي، وناخذ لنا جولات على بقية الشعارات والأسامي المقبلة. ننتظر ونشوف الأوضاع، نتابع الشعارات والأسامي. مسافة طويلة. مركز الرابع عندنا محمد بن سالم بن عفرة، وعندنا أحمد محمد بن حارب، وعندنا راعي ود حمدان سالم بن ناصر، وراعي شاهنية سليب بن حمد بن سالم.
هذه هي الأسامي الموجودة من المركز الرابع إلى المركز الثامن. أما الأول والثاني هناك تنافس ما بين شعار راعي الخوارة وشعار خنفور معيوفة. يا سلام، تعزيزات أيضا من المركز الثالث اللي هو بن السالومية، يبقى يكمل المثلث الذهبي. ولكن وش هي اللي بتحسم الشوط؟ هل هي مياسه ولا غنايم ولا منصورها ولا بينا اسم بيكون مفاجأة الشوط؟ لا ندري، كل شيء متوقع في عالم سباق الهجن. الأربعة كيلو راحن، راح الكثير وما بقى الا القليل، 2 كيلو المتبقية عن نهاية زمن الشوط. خنفور بن معيوف مسيطر، راعي غنايم، هناك الغنايم عند خط النهاية. يا خنفور يا بن معيوف، وتحياتي لسعيد بن معيوف والحاضرين، فالكم الناموس جميع الشباب المتابعين لشعار خنفور بن معيوف. من المركز الثاني مياس سالم سلطان بسعيد بالحبروت، نتابع الأوضاع وعدسة الكاميرا خذها على الثالث والرابع يا مصورنا. إن حدثت أي تحركات أو أي ملاحظات لكن كون في بالمرصاد، ولكن هي التي تتجول في بر الأمان. غنايم، غنايم هي التي تبى تغنم الشوط. فالك التوفيق ومن يسمع يا خنفور يا بن معيوف. غنايم هي التي تسيطر على مسار الشوط. شوط الضباب الأول للثنايا لمهجنات الأبكار. يا سلام، 1200 متر، كل خطوة كل خطوة يشتد التنافس وتقتصر المسافة ويبتبدو الضغوطات تشتد. ولكن غنايم مسيطرة، غنايم هي التي تتمركز في الصدارة. الكيلومتر الأخير ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا العطاء، على هذا الأداء، على هذا الإبداع، على هذا التميز الذي تقدم لنا غنايم. اسمها غنايم وهي من غنمة الصدارة، هي من غنمة هذا الجمهور ليوازرها في هذا العرض وفي هذا الإبداع وفي هذا التألق. لننتقل للمركز الثاني، ناخذ لفة هناك ننتظر القدوم. ولكن غنايم عصاها في الابطان، ان ينبها ضرب العصا ممنوعها، تفزم الضجة وم السماعة والجمهور يوازر هذا الشعار بهذا العطاء بهذا الاداء. خلاص قفلت على الشوط، غنايم اسمها هي التي غنمت الشوط بلا منافس ولا منازع. خذ لفة على المركز الثاني، فارق كبير وواضح. خلاص ابدعت وتألقت غنايم والناموس خنفور معيوف وسعيد معيوف وجميع من يتابع ومحب هذا الشعار. الناموس بدون أوامر، عصاها في الأبطان تنتزع الصدور بجدارة. الناموس 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 على هذا الإبداع. أبناء معيوب بن سالم جميعكم التوقيت مشاهدينا الكرام، 9:28، 79 جزء من الثانية بدون أي توامر. أما المركز الثاني كانت جمرة أحمد محمد بن حارب الدرعي، المركز الثالث كانت فيها ذخيرة طويرش عبد الله حلوس العفاري، المركز الرابع كانت في راية عبد الله الرملي محمد العامري، المركز الخامس كانت في اشتعال سالم سهيل بالدليل العامري.